طيب ارجع اقول تاني زي ما بيقولوا كده بالبلدي، طب عليكم من ده بكام؟ يعني في شبكات اخباريه كبيره جدا بيدفعوا فلوس وتمام، وهم شغلتهم في الحياه كده، انتوا طلبه وعندكم اكيد مسؤولياتكم وعندكم مشاريع تخرجكم أكيد. بعد كده، طب انتوا ومفيش مصدر، طب انتوا بتعملوا ده ليه؟ ده عندك كل ده. حضرتك اللي بيبقى يعمل اللي هو يعني احنا الهدف بتاعنا اللي احنا نوعي الطلبة، احنا عاوزين اللي هو نعمل حاجة، يعني احنا اللي هو كام سنة بس اللي احنا هنشتغل فيهم بشكل تطوعي، بعد كده المفروض كل واحد بيدور على مستقبله، لو ما اشتغلناش دلوقتي ما فدناش البلد دلوقتي مش هنقدر نفيدها بعد كده، بس هو ده سبب اللي بيخلينا نشتغل ونأدي دورنا في الوقت ده. يمكن كمان في ممكن تكون هدف شخصي، يعني انا مثلا في مش كليه اعلام، لكن انا في كليه اداب، لكن انا حبيت الاعلام، انا من زمان هاويه مجال الاعلام جدا من وانا صغيره والصحافه، فلقيت ان مش شرط كل حاجه نكون في الجامعه لازم نطلع بنفس تخصصنا، صح ده غالبا ما بيحصلش، صح يعني مظبوط. انا ادخل الجامعه الفلانيه واطلع اشتغل في نفس التخصص ده، يمكن في كتير خريجين كلية إعلام بس ما بيشتغلوش صحيح في الإعلام، ما بيشتغلوش بالظبط، في أو الإعلام. ما عندهمش هواية الإعلام نفسه أو بس إن اتهيألي انتوا يوصلوا. معاكم طلبة من كلية الإعلام؟ طيب يعني في معانا من طلبة من تمام، كلية الإعلام. وانتوا جامعة القاهرة زي ما احنا قلنا ولا عاملين بقى شبكة على مستوى جامعات مصر كلها؟ هو المفروض اللي احنا واخدين التصاريح من جامعة القاهرة، انما الشغل بتاعنا الأعضاء بتوعنا في ناس مثلا من جامعة كفر الشيخ، بس في من جامعات تانية كتير يعني. والتواصل كله بالإنترنت يعني عن طريق النت البداية برضو، او عشان. اللي هو في اجتماعات برضو بنعملها في الجامعة يعني. طب مفيش مثلا فكره للتعاون مع الجامعات الخاصه كمان؟ هل ده مفتوح لاي حد ولا بس الجامعات المصريه لا احنا الحكوميه؟ بنحاول برضو اللي احنا ننزل في الجامعات الخاصة، يعني احنا في كام جامعة برضو احنا حاطينهم تارجت قدامنا بإذن الله اللي احنا لا ننزل الفرق بين بالمقر بتاعنا. ننزل والفرق بين يبقى معانا في التيم ما من احنا الجامعه. ننزل بالمقر بتاعنا نختار اعضاء من هناك يجوا يشتركوا معانا. والله هو ده الحاجة اللي احنا بنعملها. احنا ورش العمل بنعملها اصلا عشان نكتر المجموعه بتاعتنا، يعني احنا خدنا دورات ال 20 فرد في الاول، الدورات التدريبيه او الندوات دي، بعد كده بقى نديها لغيرنا او بنجيب المدربين يدربونا عشان نديها لغيرنا عشان الدايره توسع اكتر واكتر في كل المجال بقى، يعني مش في جامعه القاهره بس. احنا بنحييكم واعتقد انها تجربه تستحق ان احنا نتابعها، نتابعها من خلال نهارك سعيد، اي ايفنت بقى عندكم، اي ان شاء الله اطلاق او انطلاق الجريده باذن الله بتاعتكم والتلفزيون ان شاء الله. بتاعكم ان شاء الله والبرنامج بتاعكم لو حصل باذن الله هيحصل، هنبقى معاكم اكيد من خلال نهارك سعيد، لان احنا لازم نحييكم على التجربه ديت، لان انتوا عندكم زي ما احنا قلنا هدفين غير الاخباري، هدف التوعيه اكيد وده اهم حاجه، انا شايف ان دي حاليا مش بس في الجامعه، في كل حته لازم على اللي عنده المعلومه هو اللي يوعي، مش اي حد يقول اي كلام عشان بيوعي وخلاص يعني، ويقول بمحايده ويقولوا ايه بحياديه، قول تاني كده بحياديه، يتكلم تاني بحياديه. حاجه مش فاهمه تشكيل ماشي ماشي بايه حياديه ماشي. برافو صح. ابراهيم عبد المنعم احمد رئيس شبكه اتكلم الاعلاميه، احنا بنحييك، وايضا بسان سمير المسؤوله الاعلاميه لشبكه اتكلم الاعلاميه، ولا بتتكلم كويس جدا الحقيقه. لازم تكون مسؤوله اعلاميه فعلا، انت اخترت او انتوا اخترتوا صح يعني، بحييكوا برضو ميرسي جدا، واعتقد انها تجربه متميزه. شبكه اتكلم الاعلاميه هي على فيسبوك، واي حد عايز يشوف البيج ممكن يكتب شبكه اتكلم الاعلاميه في السيرش بوكس في الفيسبوك هيلاقيها على طول، ولكن يعني ما يحكمش على البيج دي دلوقتي صح؟ صح يستنى لما تكبر بقى وتترعى، هم اللي هيكبروها هي تكبر بيهم ان شاء الله باذن الله. بنحييكم مشاهدينا، هنروح لفاصل ونرجع تاني، لسه مكملين معاكم، نهارك سعيد 11/11/2011.